السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم مقطعنا جدا مهم، راح أتكلم فيه عن البربر وقلاع البربر والحراس. طيب، أنا لما أتكلم عن الأشياء الثلاث هذه، فأنا أتكلم عن رفع مستوى القوة، رفع مستوى القادة بشكل أسرع، تسريع الأبحاث، تسريع رفع المباني، زيادة عدد الجيش أكثر وأفضل من غيرك. هذا هو مقطعنا اليوم. تذكرون يوم في ناس سألوني كثير، قالوا عطنا يا أخي مقطع عن كيف نتطور بشكل أسرع. طيب، أنا تعمدت أني ما أجاوب حتى أوصل لهذا المقطع، لأن الجواب راح تلقاه في هذا المقطع الآن. فركز معي بالضبط حتى تفهم كيف ترفع مستواك وليش وعلى أي أساس قلت هذا الكلام. خلونا نبدأ، بسم الله. طيب، أنا الآن قدامي واحد من البربر، تمام؟ لما تهاجمه راح يعطيك من الأشياء هذه، أنت وحظك عاد. خلوني أطلق عليه لوهار بحكم أنه يرفع مستوى القادة بشكل أسرع من غيره، فلوهار تمام، وخلوني أشوف معاه قائد أنا أبغى أرفع مستواه بشكل أسرع، وليكن مونديوك. أنا أبغى أرفع مونديوك، تمام؟ طيب، الآن أطلقهم تجاه هذا البربري. الطريقة هذه اللي أنا سويتها غلط، شوف. الحين بختار لك بوديكا مع عثمان الأول تجاه هدف مختلف، وبعلمك ليش. يعني هذه الطريقة أنك تهاجم يعني بقائدين تجاه هدفين مختلفين جدا غلط، ولا أنصح فيها نهائيا. والحين بعلمك، بس خلينا نشوف الحين لوهار كم كسب وكم رفع مستوى مونديوك لما ضربت البربري اللي مستوى 20، أعطاني هذه الجوائز. طبعا أنت وحظك، أحيانا يطلع لك جوهرة 10 جواهر، فهذه تعتمد على الحظ. الأكيد أنه راح يعطيك تسريعات للتدريب، حيث أنك تقدر تسرع التدريب عندك بشكل مستمر. طيب، هذه بوديكا زي ما انت شايف رفع مستوى القائد الثاني بشكل اقل، وهذه هي الجوائز. الاكيد انك راح تضمن تسريعات، فهذه هذا المغزى من انك تضرب البربر، انك تضمن تسريعات ومجلدات المعرفة اللي ترفع مستوى القادة. تذكر يوم قلت لك انه غلط اللي انا سويته يوم طلعت قائدين اتجاه هدفين مختلفين؟ السبب بكل بساطة انك لازم تستغل كل بربري تشوفه قدامك، بحيث انك تكسب جوائز اكثر، تمام؟ والحين اوريك الفكرة. الحين طلعت لك هنا 5 من القادة، وراح اوجههم قدام، ما عندي حولي بربر وراء، فهنا موجودين الان. طبعا مثل ما قلنا يختلف من منطقة الى منطقة. طبعا المنطقة اللي أنا فيها اللي هي الأخيرة الثالثة، اللي فيها آخر مستوى من البربر 25. طيب، خليني أسرع المقطع شوي. طيب، هم قدامك الآن، أبوجههم على الهدف هذا، فأسوي اختيار للكل بهذا الشكل نقرتين، وأوجههم على البربري أو الهدف اللي أنا راح أضرب تجاهه. شوف كيف، أول شيء تقتل بسرعة، ثاني شيء تستفيد من الجوائز اللي راح تحصلها، بحيث انك ما تضيع البربر حولك. شوف كيف، خلينا نشوف المكافآت والمستويات. ممتاز، هذا الان ثلفلدة مع تساو. شوف الجوائز كيف مختلفة. طبعا شوف كيف المستوى اختلف. طيب، بيلاساريس مع بيلاجيوس بهذه الجوائز. ريتشارد وسن أعطاني 10 من الجواهر. يعني شوف كيف الفرق، يعني تختلف من قائد إلى قائد وعلى حسب الحظ. طبعا الأفضل لوهار في رفع المستوى، أعلاهم في رفع المستوى طبعا. فهذه هي الفكرة، أنك تهجم على هدف واحد فقط. عندنا شيء اسمه Area of Effect. إيش معنى هذا الكلام؟ في قادة معينين عندهم هذه الخاصية. خلونا نشوف ريتشارد من معه.
أوكي مع سن، تمام؟ سن أحد القادة اللي عندهم هذه الخاصية اللي هي Area of Effect. إيش معنى Area of Effect؟ يعني يسبب ضرر لأكثر من شخص. وأعلمك الحين القادة اللي مثله، لاحظ هنا لو نقرأ المهارات بس راح نفهم. شوف كيف الفلدة تسبب 5 أضرار، عفواً تسبب ضرر لخمس أعداء. خلينا نشوف مثلاً عندنا يي سونغ، إحداث ضرر مباشر للعدو. أوكي شوف كيف يمكن أن يلحق الضرر في حد كحد أقصى 5 أهداف. طيب خلينا نشوف سان، ممتاز، إحداث ضرر مباشر كحد أقصى 5 أهداف في منطقة على شكل مروحة. فهمت الحين الفكرة من خاصية Area of Effect؟ فهذه خلونا نشوف في قائد ثاني، في واحد ثاني بيبرز، أيوة بيبرز هذا هو، نفس الكلام، عنده هذه الخاصية أنه يقدر يسبب أضرار لخمس أهداف قدامه. طيب الحين راح أوريك الفكرة من Area of Effect، وهذه خدعة يسوونها كثير من اللاعبين الكبار تجاه البربر. شوف كيف الحين أبوجه ريتشارد على هدف واحد فقط اللي هو المستوى 24. لاحظ معي، شوف كيف الآن اشتبكت، ممتاز. لاحظ اللي جنبه وش بيصير فيه لما تطيح الكرات النارية من فوق. طبعا الكرات النارية تبع صن، شفت كيف اشتبك معي الثاني. فهذه هي فكرة Area of Effect، انه يأثر على اللي حوله بالأضرار، طبعا من دون ما تستخدم نقاط الحرب. يعني انا بس كلفني نقاط حرب تجاه بربري واحد اللي هي 50 اعتقد او 40، الله اعلم. بس ما راح لما تشتبك مع الثاني، لما هو يشتبك معك وانت ما جيته فما راح تخسر نقاط. هذه هي فكرة انك تستخدم قائد عنده خاصية Area of Effect بحيث انك توفر نقاط الحرب على نفسك. لاحظ معي هنا، شوف كيف انا اشتبكت مع هذا، تمام، اخذت الجوائز حقته. طيب الثاني اشتبك معاي من دون ما استهدفه فاحتسب لي جوائز كذلك. هذه هي فائدة القادة اللي عندهم خاصية Area of Effect. الان راح نتكلم عن قلعة البربر، تمام. عندنا هنا في القلعة تقارير من اللي أطلق حشد تجاه قلعة أو مدينة وما شابه ذلك. عندنا هنا قلعة البربر، كلهم أرسلوا فرسان، تمام. ترسل نفس نوع الجيش اللي حطها القائد، أرسل فرسان ترسل فرسان، أرسل رماة ترسل رماة، وهكذا على حسب القائد أرسل إيش. طيب خلينا نختار بلاساريوس بحكم أنه سريع، حلو. راح يوصل بعد كم؟ اوكي 3 دقائق. طيب خلينا نشوف كم باقي على الحشد حتى ينتهي. طيب في هذه الحالة خليني اشوف قلعة البربر اذا هي قريبة واقدر اسبقهم هناك وانضم، او اني انضم لهم بشكل مباشر. خليني اشوف المكان، ممتاز جنبي، حلو. خلاص ففي هذه الحالة علشان اوفر الوقت اسحب الى الهدف مباشرة، وإذا وصلوا أنا راح أقدر أنضم معهم عادي. فراح تشوف الآن الطريقة كيف. وفر الوقت، احترم الوقت. طبعاً بتقول يا أخي إلى أي مسافة يعني أقدر أسوي ذي الحركة؟ هذه شيء تقديري من عندك، يعني أنت تقدر الوقت فقط. يعني ما أقدر أقول لك لا إذا كان كذا ولا إذا راح من هناك. لا، أنت احسب الوقت واحسب المسافة وهذا شيء راجع لك. طيب هذا الشخص الثاني مرسل حشد، فشوف المكان. اوكي شوي بعيد، يعني ما هو مره، يعني انضم له عادي من دون ما اسبقه قبل الهدف. طيب وين اخويانا اللي راح يتوجهون الى هنا؟ اوكي هذا اللي هم، ممتاز تمام. انت تقدر تنضم من هذه العلامه بالضغط على هذه العلامه، او الاسهل والاسرع انك تسحب القائد بالجيش حقك وينضمون للحشد بهذا الشكل. شوف كيف
ممتاز، أنا الآن دخلت معهم في الحشد حقهم بحيث أنه أكسب الجوائز معهم. طيب خليني هنا أسرع المقطع شوي لأنه بيطول. ممتاز، أيوة جميل جدا. الآن خلينا نشوف المكافآت. طيب هذا هو القائد، هذا التقرير حق الهجوم حقنا. خلينا نشوف تأثير القوات. طبعا ما شاء الله عنده T5، فطبيعي يعني بيكون يمتلك قادة مهاراتهم عالية وهو الأفضل. مينا وتساو هم الأفضل في هذا الهجوم على قلاع البربر. طيب هذه الجوائز عندي هنا، التسريعات كسبت، كسبت مجلدات معرفة وحزمة موارد. أفضل يعني مجلدات معرفة تكسبها هي من خلال الهجوم على قلاع البربر، تمام؟ حط هذه في بالك. خلينا نشوف الثاني. مثل ما قلت احترم القائد، هو وش مرسل أي نوع من الجيش وأرسل زيه. أما أنك ترسل قائد يعني مختلف عادي، هذه ما هي مشكلة، لأنه تأثير القادة راح يأتي من صاحب هذا الحشد، تمام؟ يعني القادة اللي هو اللي هم معاه ما لهم أي تأثير، فقط اللي هم يقودون هذا الحشد اللي هو ميناموتو وتساو تساو فقط. هذه حطها في بالك علشان ما تصير عندك لخبطة بعدين. يعني أهم شيء نوع الجيش، ما يهم القائد اللي ترسله، أهم شيء نوع الجيش. وأعيدها مرة ثانية علشان ما يجي أحد يسأل يقول طيب إذا أرسل كذا وش أسوي. طيب هذه هي نقاط الهدايا والمفاتيح تكسبها من خلال يعني زي ما هو قدامك واضح، بعد كل هجوم على القلعة راح تكسب هذه الأشياء. طيب خلينا نشوف إيش صار باقي إلى الآن. طيب خلينا أعلمكم كيف تعرفون من الخريطة وين مكان قلاع البربر. أي أحد شوف عليه علامة الفأس بهذا الشكل، هذول هم البربر العاديين. لاحظ أنهم يتحركون بعد عادي، لكن هذه العلامة أو هذا الرمز هذا يرمز إلى قلعة البربر، فتروح عندها مباشرة بهذا الشكل. إذا حبيت أنك تنظم حشد فعادي تقدر تسوي من هنا. طبعا اقرأ معلومات، يعني يقول لك هذه الجوائز المحتملة والقوات المقترحة انك ترسلها ومن اي مستوى، هذه كلها مهمة. لكن بعض الشباب للأسف انهم ما يقرون ولا يبغون يستفيدون. ممتاز، هذه هي معلومات زيادة بعد. حلو، الان بسوي حشد تجاه هذه القلعة، فمعطيني اوقات. طبعا ما حد يختار 8 ساعات او نص ساعة، كل الشباب اللي يختارون 5 دقائق أو 10 دقائق إذا في ناس نايمين أو ما في تفاعل كبير، بحيث يمديهم يلحقون على الحشد. فخليني أرسل، خليني أقول بوديكا بحكم من موته ما هو بجاهز عندي تماما. طيب بوديكا مع بيليساريوس، يعني عادي يصلح أي قائد، يعني ما في أي مشكلة عندك. فالأفضل أنك تختار واحد يسبب ضرر عالي وليكن صن يقود، يعني ما يهم نوع الجيش عشان أكون صريح معك. فإذا تبغى ترسل مشاة يفضل أن اللي بيدخلون معك في الحشد يرسلون مشاة، إذا تبغى ترسل فرسان يفضل. ها شوف كيف الآن يطلع لهم هذا التنبيه أنه أنا شاركت أو أنشأت حشد تجاه هذه القلعة، وإذا تبغى تلغي من هنا خلاص ألغي بكل بساطة، وراح تسترجع نقاط الحرب اللي استهلكتها. شوف كيف، يعني عادي جدا، لا تخاف ما راح تخسر شيء إذا ألغيت. فهمت الفكرة الحين؟ ممتاز، خليني أشوف الآن. هذا الرالي أو عفوا هذا الحشد الثاني، هذه خلينا نشوف يعني نوعا ما مقبولين. ممتاز، المهم أنه فاز.
واستفدنا من الجوائز. خلينا نشوف الجوائز اللي كسبناها. أيوة هذه هي كتاب العهد، تسريعات للعلاج، تمام، مجلدات المعرفة وحزمة الموارد، هذا شيء ثابت، ممتاز جدا. ننتقل لموضوع الحراس، تمام. الأفضل أنك ما تهاجم أي حراس إلا الأشياء أو الأماكن اللي فيها اللي مسيطر عليها التحالف حقك، فهمت؟ بحيث أنك ما تسبب مشاكل مع تحالفات أخرى. طيب خلينا نشوف هنا القوانين اللي معطينا المشرف. هنا عندنا يقول لا ترسل إلا 3 من القادة، وكل قائد يحمل 50,000 مقاتل، تمام. القانون الثاني يقول ابدأ في الزاوية اليسرى العليا بحيث انه يكون الهجوم عكس عقارب الساعة، وراح نشوف هذا الشيء، ممتاز. وهذه هي الاسم، الموقع والوقت. الحراس يظهرون في اليوم الواحد مرتين، بعد ما تقتلهم راح يظهرون لك مرتين في اليوم الواحد، وهذه الاوقات اللي بالازرق هي التوقيت العالمي المستخدم في اللعبة تماما. فالحين راح أعلمك وين تشوف التوقيت هذا، وتعرف كيف تحسبه بتوقيتك أنت في دولتك. طيب خلاص، هذه هي المذابح، أو عفوا هذه المعالم، وهذه الأحداثيات حقت الأماكن اللي أقدر أني أضرب فيها الحراس مع التوقيت. الآن نروح نشوف التوقيت من هنا. الإعدادات، لاحظ معي هنا فوق، هنا مكتوب التاريخ والتوقيت العالمي. طبعا حنا بالسعودية بيكون زائد عنها 3 ساعات، يعني الحين الساعة عندهم بالتوقيت العالمي هذا الآن هذا 11:53، تمام. والهجوم راح يكون متى؟ 12:15، يعني باقي ساعة وكم دقيقة بعد. فهذا راح يكون الهجوم الآن في الفجر، وأما الهجوم الثاني راح يكون في العصر، فهذه عندنا بالسعودية. طيب خلينا نشوف الآن. طيب خلينا بحط الآن الإحداثيات للمكان الأول اللي هي 701، ممتاز. طيب والثاني 404، حلو. أتوجه مباشرة على المكان الأول اللي هو هذا. طبعا ما في حراس الآن، راح يظهرون في الوقت اللي مكتوب والمناسب. طبعا هذه من اللعبة، يعني ما تقدر أنت تطلعهم من رأسك، لا، هم اللعبة كذا محددين لهم أوقات، فأنا أسبقهم الآن بحيث أنه أكون جاهز عند المكان. فخليني أختار لوهار، وعلشان أرفع المستوى قائد معاه بشكل أقوى، أفضل طريقة ترفع فيها مستوى قائد أنك تستهدف الحراس. راح تشوف يعني كل هذه ليه وليش أنه أفضل من البربر في رفع مستوى القادة. خليني أسرع الفيديو شوي. هو قال ارسل 3 من القادة، كل قائد 50,000، تمام. وأنا برسل قائد إضافي للاحتياط، بحيث أنه إذا ما جاء أحد وما في إلا أنا، يعني تصير هذه، علشان ما أموت بسرعة يكون في دعم. خليني أختار ريتشارد ماسون وبحط 100,000، تمام، للعلم مباشرة، أكون قريب من المكان. طيب أماكن الحراس على مبالج الوقت، طبعا هذا في قلب الخريطة، وهم الأفضل. لاحظ كم يعطونك هنا خبرة، شوف كيف الجوائز، هذه الحروف طبعا هذه تنزل بعد ما تقتل كل حارس، انت وحظك عاد وش اللي ينزل وتستفيد منه. اقرأ المعلومات، يفضل الهجوم بهذا الشكل من المستوى الرابع، فهذه افضل منطقة ترفع فيها مستوى الحراس. للأسف انا ما يمديني اشارك هنا لانه من قوانين المملكة حقتنا حنا، يعني تختلف ترى من مملكة إلى مملكة، يقول لك لا أنتوا ممنوعين تهجمون
على المكان اللي حنا مسيطرين عليه، فاهجم على الأماكن اللي أنتم مسيطرين عليها فقط. فهذا هو المكان اللي حنا مسيطرين عليه، مكتوب فوق الوقت. فشوف كيف يختلف الآن، رفع مستوى أو عفوا الخبرة. وهذه هي المعلومات. بنشوف النوع الثالث الآن من الحراس اللي هو أقل من اللون الزهري والأزرق اللي هو اللون الأخضر الآن، راح نشوفه هنا. ممتاز. طيب هذا اللون الأخضر هو الأقل، ولاحظ بعد الخبرة اللي راح يعطيك إياها بعد كل بعد ما تقتل يعني الحارس. أقرأ المعلومات مثل ما قلت. ممتاز. طيب في أقل من الأخضر؟ نعم في أقل من الزهري والأزرق والأخضر اللي هو اللون الأبيض. خليني أشوف وين. لا هذولي أخضر. تمام. طبعا المنطقة الأولى قلنا يكون فيها أضعف الحراس اللي هم الأخضر والأبيض، والمنطقة الثانية راح تلقى فيها الحراس الأفضل منهم اللي هو باللون الأزرق، أما المنطقة الثالثة راح تلقى فيها اللي باللون الزهري وهم الأفضل. طيب هذه في المنطقة الأولى لقينا الحراس اللي لونهم أبيض، معنى هذه الأحرف أنه في أحد هاجمهم وقتلهم، قتل بعضهم يعني. وكل ما تقتل كل ما ينزل لك خاصية تستفيد منها، هذه هي لما أقول لك أنها تفيدك في رفع مستوى القوة وتسريع المباني والأشياء هذه، والحين بأتطرق لها لك. طيب كم بقى؟ أوكي بقى دقيقتين، خلينا نقرب شوي. بحط الجنود هنا في هذه المنطقة بحيث أنه أكون جاهز للهجوم، لكن بنتظر أصدقائي. طبعا ما أقدر أهجم من راسي كذا الحادي، لا لازم أقول أو أشوف إذا في أحد جاهز أنه يجي معي. تمام خليني أطلق الآن الجنود إلى هنا. ممتاز. خلاص أوقفهم إلى هنا وأنتظر قائد المجموعة. طبعا كل تحالف يضع قائد للمجموعة بحيث أنه يقودهم في ضرب الحراس وهم يمشوا وراه، بحيث أنه يكون الهجوم منظم ومرتب. طيب وين القائد الآن؟ هذا هو القائد. سرع المقطع لك. ممتاز وصل القائد. إذا هجم القائد على طول تهجم معه، ما تهجم قبل القائد أبدا. يعني هذه من أخلاقيات أنك تحترم المشرفين والقائد. لاحظ معي هنا طبعا بيبرس بحكم أنه من القائد اللي عنده خاصية Area of Effect، الحارس الثاني اشتبك معي. شفت كيف؟ فهذه مشكلة، فأنا مضطر أني أهجم على الحارس الثاني بحيث أنه بيبرس ما يموت بسرعة. شوف بعد ما قتلنا الحارس الأول طيح لنا حرف اللي هي ميزة أستفيد منها. طبعا يختلف الحروف من حرف إلى حرف. خلينا نشوف الآن. حلو. طيب طيح لنا حرف الآن، خلينا شوف وش الحرف هذا. أوكي هجوم قوات، يعني ما أحتاج الأشياء هذه الآن، في أشياء أهم. يعني لو نزل لك مثلا حرف فيها زيادة خبرة القائد، نعم هذه خذها على طول بحيث أنه تزيد خبرتك من بعد كل هجوم. حلو. طيب خلينا نشوف هنا. طبعا القائد أرسل جيشين إضافيين. ممتاز. بهذا الشكل يعني حنا نمشي على عكس عقارب الساعة على حسب توجيه قائد المجموعة. طيب شفت كيف المستوى الآن اللي أعطاني لوهار، وهذا بيبرس، وهذه بوديكا. فعلشان كذا أنصح أنك تستخدم لوهار لأنه أفضل واحد في رفع مستوى القادة. طيب خليني بستخدم خاصية هجوم القوات بحيث أنه يزيد الهجوم عندي. لاحظ كيف راح تطلع لك هنا فوق، شوف كيف. ممتاز. طبعا شغالة معي لمدة ساعتين فقط، تستخدم في الحروب وتستخدم في الهجوم على أي منطقة تبغاها.
ولكن الحروب بكثرة. فأنا أخذتها علشان أوريك الفكرة بس. شفت كيف؟ أعطاني أوكي. أعتقد وصلت الفكرة الآن من كيف تستفيد من الأحرف. وعلشان أوضح الفكرة لك بشكل أفضل من كذا، خليني أضرب مثال. أنا قلت لك راح تساعدك في تسريع المباني والأبحاث بهذا الشكل. خليني أشوف الأبحاث. أبغى أسوي أبحاث للمعسكر. لاحظ الوقت عندي كيف، 3 أيام أو عفوا 4 أيام، يعني إيش قعدت على ساعة، 4 أيام. فعلشان أقلل الوقت هذا، خليني أشوف إذا في حرف خاص بالمعهد أو الأبحاث، يعني بحيث أنه يقلل هذا الوقت عندي. خلينا نشوف الآن. أتجه أول مكان أتجه له إلى المعبد المفقود، فأقوم أدور بين الأحرف هنا، أشوف الحرف هذا إيش يعطيني. دفاع قوات ما أبغى، إنتاج موارد ما له فائدة، تمام، حجر، سرعة جمع ذهب، أشياء يعني ما أستفيد منها. إنتاج ذهب، أنا حاليا أبحث عن الأشياء أو عفوا عن حرف يفيدني في تسريع الأبحاث. خلينا نشوف. طيب أيوة، هذه اللي كنت أتكلم عنها، لتزيد خبرة القائد. إذا شفت كذا على طول خذها على طول، فلا تهملها. طيب خلينا نشوف هنا. أوكي شكله ما فيه باقي هذا الحرف. آه ممتاز، حلو حلو حلو. الآن شوف كيف يعطيني 15% تسريع، فراح الآن أخذ هذا الحرف. خليني أرسل أسرع واحد عندي اللي هو بيليساريوس. وينك يا بيليساريوس؟ أقدر أرسل. طيب ممتاز، خيال من ما تفرق ترى، عادي يعني أرسل أي أحد من الخيالة، لكن الأسرع اللي هم T1 جنود المستوى الأول هم الأسرع في هذا الشيء، فعلشان كذا. طيب ننتظر بيليساريوس يروح يجيب لنا الحرف. خليني أوريك المعبد المفقود. طبعا اللي راح يعطيك الألقاب الملك، رئيس الوزراء، والجنرال، والملكة. يعطونك ألقاب إيش؟ اللي هو العالم، كثيرين يستخدمونه عشان يسرعون الأبحاث، والمهندس المعماري بحيث أنه يرفعون مستوى سرعة البناء 10%. فبهذا الشكل. لاحظ فوق شو مكتوب عندي؟ مكتوب الحاكم فلان هو الآن العالم. طيب خلينا نحدث. ممتاز، شفت كيف؟ الآن هو يقدر يسوي الأبحاث ويستفيد من هذه أو هذا اللقب. طيب خلينا نشوف بيليساريوس الآن وين وصل. طيب هذا هو بيليساريوس قرب. خلينا نشوف. طبعا هذه راح تختفي مباشرة بعد ما أخذ الخاصية حق تسريع الأبحاث، هذه راح تختفي على طول. شوف كيف. فأنت استغل الأمور هذه، لا تهملها، هذه تفاصيل صغيرة تفرق معاك كثير. شوف عندي هنا يقول لك مدتها ساعة. ممتاز. طيب خلينا نشوف كيف راح يصير مستوى الأبحاث للشيء اللي أنا أبغى أسرعه اللي هو المعسكر. قلنا كم كان؟ 3 أيام و23 ساعة. الآن خلونا نشوف. ممتاز، الآن 3 أيام و16 ساعة. طيب خليني أطلب لقب العالم زي ما شفنا قبل شوي. خليني أطلبه من سواء أنشأت المملكة أو في كل مملكة يصممون كذا جروب خاص بطلب الألقاب بحيث أنه يكون الوضع مرتب. فأرسل لهم موقع قلعتي بحيث أنهم يعطوني اللقب، تمام؟ أنا طبعا حافظ الموقع هنا وكاتب scientist please، يعني عطني لقب العالم رجاء. وين القسم؟ هذا هو، تمام خلاص أرسلته. الآن اللي يوزعون الألقاب ممكن يعطوني، شوف كيف فوق أعطاني اللقب. ف
فشوف كيف العلامة اللي راح تجي فوقي هنا، سرعة أبحاث 5%، يلا خليني أستغلها قبل ما تنشال مني وتنعطى الواحد الثاني طلبها. طيب خلينا نروح المعسكر، خلينا نشوف الوقت كم صار. 3 أيام و13 ساعة، ممتاز. هذه أشياء ترى ما تهملها، تفاصيل مهمة تفرق. نعم، لا تقول لي لا ما تفرق، لا لا تفرق. كل ما زاد الوقت حق الأبحاث راح يقل الوقت بشكل قوي جدا، وبتشوفها بعدين لما أنت مع كثرة الممارسة راح تعرف هذا الشيء. فهذه هي لازم تركز عليها وما تهملها نهائيا. فهذا اللي كان عندنا اليوم، أتمنى المقطع حاز على إعجابكم ويعطيكم العافية على الدعم، وأشكركم جزيل الشكر على الكلمات الطيبة اللي تنشرونها لي في على اليوتيوب أو الديسكورد. شاركونا معنا في الديسكورد، تلقون الرابط تحت في الديسكريبشن، ونراكم على خير. طبعا لا تنسى تشكر صاحب اللي أعطاك اللقب، يعني اشكره لازم، باب الاحترام طبعا. بهذا الشكل، وهذه هي، نراكم على خير، في أمان الله.